رجعوا به خلينا نشوفه قدامنا كل شيء. شنو ما سؤالات الساعة؟ سؤالات محرجة جدا. بيه بدينا نصوره صحيح. عسلامة مروان. أهلا وسهلا. شنو حوالك؟ الحمد لله. ميرسي بوكو انك قبلت الانفيتاسيون ورغم وقتك الضيق. سي بيان سا. بيه مش مطولش عليك ومطولش على العباد اللي يسمعوا فينا. شكون مروان؟ ألور مروان انتربرونور. بدي ان تونك انجينيور انفورماتيك من الاول مي ديما نحب نصنع حاجه معناها من الاخر خاطر خدمت دي زونتربريز على باز انجينيور انفورماتيك. اوكي. اما من قبل نحب ديما نصنع حاجات معناها اول لوجيسيال خرجته وانا في الليسي اللي هو نتاع الكود لاروت توا ولا الناس كل تستعمل مش هو بيدو معناها ما تستعمل كيفو كي تمشي تعدي تعمل اف 1 اف 2 اف 3 باش تجاوب على السؤالات. فهمت. اول وحده فيرسيون خرجت من عندي اوكي انت يعني 2005 ديما تعمل حاجات فروم سكراتش وتبدا وتعمل سيستم اكسيتيرا. اكزاكتومون. دونك قريت بارتي في تونس DUT والانجينيور قريتها في فرنسا ومن بعد دخلت نخدم دونك اون طون كومبلوي مي كيما قلت لك اون باراليل ديما نحب نصنع حاجات لانسيت دو ستارت اب في فرنسا 2016-2017 كل واحده ما مشاتش بور اون ريزون و اون اوتر والثالثه بيمي جاتك ليدي نتاعها وانت في فرنسا ولا في تونس؟ في فرنسا بديتها مغادي الكل بديتهم من فرنسا وحتى بيمي خدمتها هي توا من 2018 عمرها 4 سنين 3 سنين ونص خدمهم ا ديستانس وهي في فرنسا. اوكي. و انت كملت قرايتك بعد ما كملت قرايتك ديريكتومون قعدت في فرنسا خدمت ديريكتومون في فرنسا بالضبط. فهمت كان من خرجت من تونس تالونسي الكارير بروفيسيونيل تاع كل شيء غاديك و اكزاكتومون. انت حكيت على بيمي. شنو هو بيمي؟ بيمي على باز ولا توا شنو هي نحكيو عليها ديريكتومون شنو هي قداش مره شفت على الكاستيوم هذا لي بيتش الدنيا اما فيها حاجتين خاطر الاستوار نتاعها حكايه احكام نحن نحبوا الحكايه هذه من الاول في 2018 بديت كومبورت موني الكترونيك باش نسهلوا تنجم ولات ميني بانك سامبل معناها بالابليكاسيون موبيل تحل الكونت نتاعك تشارجيه من بعد اسبيس ولا كارت بانكير وبعد تستعمل الفلوس اللي فوزتو ايدي تو سامبل تو بيت بالضبط. اما منين جات هي جات من مشكله انه فما برشا كاش في تونس دونك نحبوا نحيوه نقصوا منه باش نعاونوا حتى في العجله الدور كل ما تنقص الكاش في معناها اللي يدور في المارشي معناها ينقص معناها يتخبى ما عادش يرجع للبنكه ما عادش نجم تجبده من ديستريبيوتور. فهمت. كيف يتخبى ينقص من المارشي ما عادش يدور لو كان البنك سنترال ما تطبعش ما عادش حتى حد ينجم يجبد فلوس من البنكه. فهمت. وهما التو نتاع الفلوس اللي ما ترجعش للبنكه يمشي ويكبر كل مره وديما وقت البنك سنترال كيف تطبع ترجعوا في اقل من 60-50%. فهمت. من بعد يقعد ويطلع ل 70% يوصل 70-75 البنك سنترال تطبع. اوكي 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 باش نعطيك فكره في 2018 كانوا فما 8 مليارات بي ام سي اللي هما بيي وموني دي سيركولاسيون اون سيركولاسيون يدوروا 8 مليارات توينس بي في 2018 توا فما اكثر من 17 مليار كمان باش تشوف توا 2022 بلوتو اكثر من 17 معناها اكثر من الدوبل من 2018 توا دونك يعني انت قد وقتاش خممت في بيمي 2017 وقتها انت عرفت ان فما مشكله نتاع حكايه الكاش هذيا بالضبط قلت دونك عملت توقعات نتاعك بحكم شبونسيتي في الدومين نتاع مانيش في الدومين دو بيمون جمله ومانيش في الفينانس كيما قلت لك انجينيور انفورماتيك لي دو ستارت اب اللي لانسيتهم ما كنتش في الدومين نتاعهم اما اون طونك انفورماتيسيان ماك تعرف ديفلوبي وتطلع حاجه اكزاكتومون الاولى والثانيه ما مشاتش خاطرني ناقص كوميرسياليزاسيون ناقص انتربرناريا ناقص كيفاش تقول لي ناقص اليوم يعني تعلمت منه بيان سور هذاك اللي تعلمته سير بالوقت معناه وحتى الدومين دو بيمون بديت فيه في 2017 فهمتك
فهمتك فهمتك فهمت. معناتها فريمون الفشل اللي يهزك اللي زاد علمك مش فشل دروس بالضبط. دروس كلفوك شويه، كلفوك وقت، كلفوك مجهود، كلفوك برشا وقت. خاطر تصور انت كنت نخدم راه معناها وقتي وسط النهار الكل نخدم للشركه اللي نخدم فيها، اللي تخدم في شركه وقتك العادي من 8 ل 6 على في الليل وفي الويكاند نخدم على الوحده نتاعي. متعب ياسر. وشنو اللي موتيفيك مروان؟ ونعطيك انكدوت الناس يبداو يقرقوا بيا باش نخرج نمشيو قهوه، نمشيو تحوسوا تعملوا نمشيو نحوسوا نمشيو نعملها مره في الشهر مره في القداش. خاطر المتعه نتاعي انت سالتني شنو هي المتعه نتاعك، شنو هي المتعه ولا خاطر نحب نوصل نصنع هاك البرودوي نشوفه يخدم نشوفه عنده امباكت. انت كيف بقالي حازم المره اللي فاتت، حازم حمروني قال في كلام شوز تو، حازم عنده بروجي جديد لانسي، اش قال؟ قال عندي بروجي جديد لانسي فيه خاطر نحبك الفكره نتاع انك تجيب فكره وتصنعها وتقدم فيها وبعديك ترى البرودوي تاتش بولاكي. قال سي اكسيتون دونك انت تو لا ميم شوز. وسورتو كي تاخو ان ديفلوبر المتعة متاعو يديفلوبي ويشوف حاجة تخدم، يشوف معناه البروغرام اللي عامله يخدم. عندي ديفلوبر يقول لي ولادي اللي بيبي متاعو اللي كي يصنع يقول لي كل ستارت اب كي نخدم عليها ولا يقول لي نخدم على بروجي حتى بوغ ان كليون قاعد تقولش علي ولدي انا. بيان سور. نتفكر على اول ما بديت البروغراماسيون بارلون انه يحب واحد يشوف حاجة تخدم، كنت نحط فيزيوال بازيك 6 وقتها. نعقل فيزيوال بازيك ابوي، كنت نصنع بوتون ايف كذا ايف والز نصنع بوتون ونقول له كي تنزل عليك خرج ميساج نعمل عليه كيف كي ننزل يخرج ميساج. بازيك انا قريته انا على ايبوك وقتها. عندي كتاب نتاع الفاوندر نتاع الكرياتور دو فيزيوال بازيك سيس نحكي نحكي على الاولاني بالكل. هو فما اسمه الان كوبر الاولاني بازيك اسمه توكور وبعدها فيزيوال. دونك انت 2017 2018 تاع ليدي نتاع بي مي دونك في قلت فما كاش دونك عملت توقعات نتاعك شنو ممكن يصير دونك كما ان بزوان. فما ان بزوان انه ماهوش حل نقعدوا ديما نطبعوا في الكاش وكل مرة يتخبى الكاش. معناه يقول لك كان 70% في 2018 معناه فما 6 مليارات ما يرجعوش للبنك، في 2021-22 فما 15 ما يرجعوش للبنك ولا 13 ما يرجعوش للبنك. معناها المونتون ديما يكبر، ماهوش حل انه نقعد ونطبعوا نطبعوا. فهمتك. في الهند تعرفش شنو عملوا مع مودي؟ مع مودي حتى اسمه ولا معروف وهو رئيس الوزراء معناها. اي ميمسي انا عندي شويه تحفظات عليه ما نعرفوش شنو يعمل اقتصاديا مش بونس عمل ثوره معناها ابار البارتي هذه ما نعرفوش شنو عمل الاخر معناها. اي ليه موافقك اما نحى الكاش في بالي من الهند نفرض عليهم السيف. عملها بطريقه صعيبه ياسر اللي احنا نجمو تبعوها ما نتعلموا منها. جاهم في ليله ونهار قال لهم اكثر اسبيس يستعملوه كيف ما نقولوا احنا 2000 و5000 و10000 قال لهم راهو في يدكم شهر ما عادش يخدم. ما قال لهمش امشيوا بدلوه امشيوا للبنك بدلوه، قال لهم امشيوا للبنك رجعوه ويحطوهم لكم على دي كونت بانكير ولا دي واليت اما ما يتبدلوش. حسب رايك انت لما اليوم نتعدى مرحله انه اي واحد تونسي يولي عنده فلوس نتاعه في الواليت وينجم يخلص بالواليت ويشري بالواليت، شنو الفوائد نتاعها؟ الفوائد نتاعها لا تعد ولا تحصى. اعطيني حاجه تخلي الناس بالرسمي تمشي باي مي ولا تمشي غير باي مي. تحكي على الواليت باي مي القديم على الواليت خاطر راني الواليت اذا الناس اذا كان احنا نحب ندز وان الناس كل تولي تستعمل لي واليت. الحاجة سامبل ياسر، انت بيدك بكري كنت تحكي لي على ستيك ما تعرفش حتى كيفاش تخلص وتمشي تشد الصف وتخلص. اذا كان اليوم انت المشكل علاش عندنا كان 30 و35% اللي عندهم دي كونت بانكير، خاطر فما دي كونديسيون تمشي البنكة. البنكة تحب تعرف اللي انت عندك دي ريسورس دي ريفنو ريكورون كل شهر باش تحلك، خاطر عندها خدمة ديرير وما تحبش تحل واحد ما عندوش ريفنو. فهمتك. سينو ما تحلكش. الناس اللي ما عندهمش دي ريفنو ريكورون والا تقام دي فريلانس اللي تلقاه ساعات يدخل فلوس اكثر من واحد عنده شهريه. صحيح. فلوس ماهيش منظمه ما يعنيش انه ما فماش فلوس بالضبط، يعنيش ما عندوش ريفنو.
هذوك ينجموا يحلوا دي واليت يحطوا فيهم فلوسهم ويوليو يخلصوا اون ليني. خاطر اليوم اذا ما ينجمش يحل كونت بنكير ما ينجمش يخلص اون ليني. الفايدة من الفوائد هو انك تربح سوايع مش شوية وقت من حياتك من, من, من نهارك سورتو في نهارك مع اللي دارت تنسية اوقف استنى كذا ارجع على ورقة ساعات مش تخلص وترجع ساعات على جيب فاتورة جيب كذا دونك فما دي بينيفيس كي سور معنا. تحل السيت ويب وتخلص. C'est vrai, je suis tout à fait d'accord. اصبحت معناتها ما عادش كماليه للضروره الحكايه هذه معناتها سي با ان كونفور ما عادش لوكس سي با لوكس سي اوبليغاسيون بالضبط. قلت لي احكي لي على ديبي نتاع احكي لي على ديبي نتاع بي مي دونك تخدم خدمتك جاوك بي يقول قايل فاش قام يكسر في راسي فرنسا فاش قام نكسر في راسي قام يكسر في راسه الراجل ما تخرجش تسهر تخدم عندك هدف معين تحب توصل له الموتيفاسيون تاعك قلت لي انك تشوف حاجه بعد ما خدمت عليها قداش تراها وموجوده اكسيتيرا. هذا كل عطاء مروان اللي avec de l'expérience aujourd'hui il a décidé de يخدم على PMI بالمشاكل بكذا كذا. كيفاش كانت الديبيو نتاع PMI والخدمه على PMI؟ alors اول مره مشيت للبنك سنترال في اول رونديفو ما لقيتش بلاصه دايور وين نباركي باركيتها كي خرجت لقيت هزه الفوريير مشيت باش نسالهم سؤال سامبل وقتها مازال ما فماش سيركولير نتاع ليتابليسمون دو بيمون وكيفاش الوالد تخدم وكل. قلت لهم هاي الحكايه نتاعي شنو هي نحب نخدم ابليكاسيون هكا وهكا وهكا ونقص من الكاش. قالوا لي هذه حاجه تكنولوجيه امشي لوزاره التكنولوجيا ماكش تبعنا احنا. مرحبا بداية الرحلة سهلتولي الحكاية ما خابش نمشي لوزارة التكنولوجيا. okay. عملت دوموند دوديسيون للوزير. okay. دونك حط لي حد ينوب ولم سمعني وكله عجبته بارشة الفكرة وجاءوا معناها ثلاثة أو الأربع بيت قالوا لي احنا معاك وياسر حلوة وعندك أي بستاكل احنا معاك ومتوكا خاصة الفترة دي كفما نوع من رؤية تشجيع 2018 ديبيو آخر 2017 معناها كيك. على كل كلام هذاك لانسيت ديفلوبيتها الابليكاسيون وخرجتها بدات تخدم شويه 2500 يوتيليزاتور وقتها معناها يحاولوا يستعملوا ويصبوا شويه ويجربوا معناها من غير ماركتينغ هذايا اون 5 6 mois معناها من غير ماركتينغ من غير واحد مازلنا نتستي دبوش اوغي شويه بوستويت على فيسبوك ما غير هذاك بالنسبه اللي كنت يسيني نتاع فما بزون اكزاكتومون اي وقتها على الولات يبعثوا لبعضهم العباد فما دي تيست معناها انا ذاك كليون وقتها عرفني به من لول بالكويلة جاني كليون أول مرة قال يعني عرفت عندي بيمي لأن نتعامل معه وقت فين عرفت بيمي معنا 2500 وقتها ربحنا بالواحد ربحت بالبروجي هذا البيتش اللي تعدى في الحوار البيتش فيرسون الاولى انت ربحتها البيتش سيسيون الثانيه على الحوار الاولى كانت راديو عملوها الثانيه اما نحكي الاولى اللي تعدت في الحوار الاولى اللي في العاده في الحوار بس هي مقطف الجوري بالضبط وظهر البزوان معناها ظهر ليدي في بلاصتها في وقتها في وقتها خاطر ديما نتكلم على التايمينغ بالنسبه للابليكاسيون ان حتى كي نحكي معك مع بحكم خدمتي كل شيء نقول لهم راه لو تايمينغ لي تريز امبورطون ساعات لازم تكون فيتشر ولا سيرفيس تريز امبورطون اما راه ماهوش تاع عام بعد دونك فما شكون ساعات لازم يخرج قبل بعام يلقى روحه فلوب عام دونك لو تايمينغ لو بون تايمينغ سي بلوز امبورطون كو لو سيرفيس لي ميم معناها قولك صحيح هذاك علاش ليه معاك 100% هذاك علاش وليت كي نشوف حاجه ماركتينغ وين يقول لك لو بروميير كذا لا بروميير كذا ما سا ديكريديبيليز الابليكاسيون لو بروميير لا بروميير ما عادش ارغومون اتراكتيف
Exactement. Ça ne veut pas dire انك معناها efficace, ça ne veut pas dire انه فيها les options les mille le premier واحد ça renvoie rien du tout. Exactement. حتى مع الاجنس نقول لهم اسمع الكلمات هذو نشوف ما نحبش نشوفهم le meilleur le premier هيت شنو فما حاجه كونكريت معناها حاجه كونكريت تجبدني فهمتك فهمتك دونك شنو كان سؤالك كنا على نحكيوا على قلت لي مشيت دونك وزير التكنولوجيا قابلوك حكيت ولانسيت بعد في اخر 2018 خرجت سيركولير تقول يلزم معناها تتاثر الخدمه نتاعنا الكل سيركولير من عند البنك سنترال اوكي وكيف سيركولير جات تاثر لي زيتابليسمون دو بيمون احنا فهمنا اللي الخدمة متاعنا الكل داخلة في اللي توصف فيه السيركولير وكي نرجعوا القانون 2016 اللي يقول جوست اتابليسمون دو بيمون شنو هو الكابيتال مينيموم متاعو نلقاو 5 مليون دو دينار في الكابيتال متاعو أبار لي زوتر كونديسيون معناها ما هذيك أكبر كونديسيون معناها تفجع وكيفاش باش نعمل نتذكرك وقت نتذكرك وقت حكيت لي عليها أنا تقابلنا ظهر لي وقتها وقت قبل كورونا قبل بديك دي كورونا ظل يقطع اول لقاء كان حكيت لي قلت لي راني هابط البنك سنترال وقلت لي انا فما حكايه 5 مليون دينار تونسيين اي تو سا معناها كيفاش كانت اول ما سمعت الخبر هذاك تعرفهم كلا تترعب من داخل تقول البروجي نتاعي يطيح الماس هي معناها اي شنو باش نعمل ولا 2500 هذوك التراكسيون اللي عملتها شنو باش نعمل بها معناها فهمتك دونك قلت نمشي نلوج عليهم ولو صعيب انت ستارت اب عندها 6 شهور تخدم عندها دينارات دخله مش ملايين معناها باش تمشي تقنع تاخو 5 مليارات حاجه اخرى بريف لقيت انفستيسور اترانجي وصلنا وين باش نصحوا شير هولدرز اجريمنت شفت انت تحكي مع الانفستيسور كلكو موا اون فوا هو انتريسي وشاف اللي انت بالرسمي قاعد تخدم وشاف البرودوي يعمل الدو ديليجنس نتاعو وفاليدا الحكايه هذيك يعطيك تيرم شيت تيرم شيت فيه لي جراند ليني نتاع هاو شنو باش نحطوا فلوس وقداش باش ناخذوا من عندك ووقتاش وكيفاش هاي من بعد تيرم شيت هذاك يتبدل يولي شير هولدرز اجريمنت باكت ديز اكسيونير فهمتك اون فوا تصحح هذاك يصب لك الفلوس تب تخدم توب وصلنا للباكت ديز اكسيونير اخر حاجه اخر خطوه اللي عملت له حتى ريليكتور من عند افوكا تونسي وكل صرفت عليها 3 ملايين علاش نقول 3 ملايين خاطر الكل نصرف فيهم وحدي وقتها طبيعي الكل ما فماش نجيب الخاص تخدم الخاص بالضبط عمل لها ريفيو وكل شيء من بعد جاء الانفستيسور بعد 3 شهور 4 شهور قال لي خلنا نستناو البنك سنترال الساعة ما نصحوش تو فوتك يعني خرج السيركولير في اخر 2018 اما ما خرجتش الديسيزيون كيفاش تطلب الليسانس اوكي فهمتك سيركولير تقول لك وانت اونتخ طون ما قعدتش تعرف حتى شيء قعدت تتحرك باش تلقى حل لروحك باش نلقى او موا لي 5 مليون لو طون تخرج الديسيزيون اما الديسيزيون قعدت برشا وما خرجتش فهمتك دونك الانفستيسور قال لي بطات برشا البنك سنترال وبعث معايا وقت افوكات ومشينا وحكينا وكل بعد ما il était pas rassuré جمله قال لي بون on signe pas malheureusement on مشى دونك انت خسرت هذاك تا اي ان انفستيسور وتفهمتوا على لي كونديسيون كل بالنسبه لك انت كانت لك حل مشكله كبيره ياسر و اكوز دو دان روتار صار بالبنك سنترال في تخريج الديسيزيون سي بيان سا وي الى سي سي ريتيري بالضبط سورتو سي با نيمبورت كيل انفستيسور انفستيسور عنده برودوي سيميلير في افريقيا معناها على فوا فلوس واستراتيجي معناها عبد يفهم نقصد انفستيسور يزيدك سور لو بلان معناتها فينانسيي سور لو بلان برودوي استراتيجي اي بالضبط مش معناها واحد جاب يحط فلوس كهاو معناها ديسبسيون كبيره ديسبسيون كبيره ياسر يقول لك ما صحليش معناها تخسر راهو كان باش يحط 2 مليون 200 اون دولار معناها 6 مليارات ونص كوميم ديسبسيون كبيره قعدت باش اقنعته بدينا نحكيو يمكن سبتمبر
اكتوبر 2018 حاجه كيك خاطرين لوج عارف الخمسة مليارات موجودين معناها في القانون وسيركولير باش تخرج دونك محضر من الاول حتى المارس دونك 6 شهور اكتوبر اكتوبر نوفمبر ديسمبر 7 شهور اي سي ديسمبر بيه من بعد خرجت الديسيزيون مشيت شفت انفستيسور اخر نو رجعت له هذاك قال لي ديجا هز فلوس وحطهم في جنوب افريقيا وفي مش في هو ديجا في نيجيريا خاطر مره غلطت قلت في نيجيريا في جنوب افريقيا وفي مصر باش انفست في زوج بلدان هذ يا الله باش يوريك انه راه parfois un retard de quelques semaines ouais. un investisseur معناتها un start-upper ou un entrepreneur tunisien راه il peut rater un investisseur en claquant les doigts خاطر العباد هذه ما تستناش قال الاخر اذا كانوا les investisseurs يعرفوا حاجه اكثر حاجه يعرفوها هي الحساب يحسبوا فلوس ووقت وسيرتو اذا كان عندنا الفولونتي انه نحبوا نحيوا المشاكل حطينا قانون احنا ولا سيركولير باش نعاونوا باش نحيوا المشاكل انا نحط كل شيء باش ما نخسرش عبد ولا اوموا واحد خذا انيسياتيف انه يعمل حاجه في وسط القانون هذاك بيان سور سورتو لو كي واحد برك يعمل انيسياتيف بيجي يتبعوا برشا عباد اخرين بيان سور يتشجعوا اي كومون دونك بعدها قابلت عملت دوموند دوديسيون للمحافظ البنك المركزي شكون وقتها مروان العباسي هو نفسه مازال تو معناها وقبلني ومشينا حكينا هو كبيرسون يشجع برشا أيه. ما فما حاجات ما ينجمش يعملها عنده ليميت قانون الصرف في تونس برشا حاجات البروبوزيسيون تاعي كانت وقتها انه مش ينحي الخمسة مليارات اما انه نعملوا دي نيفو مثلا يقول لي دي بالي يقول لي 500 مليون وتنجم توصل 5000 يوتيليزاتور كهو وما تفوتش 100 مليون سولد مثال من بعد تزيد 1 مليون وتمشي وتكبر وتبعني نعطيك الاكسبور الكل تبعني بشوي بشوي تنوصل 5 مليارات ما كانتش معناها حاجة بوسيبل هو الحق كان يشجع وكل ما كانتش حاجة بوسيبل خاطر مش وحده ياخذ القرار فهمت غير ما أقول مشيت لوج على انفستيسور اخر بويسك ديسيزيون خرجت لقيت واحد اخر الثاني هذا طلب في طلب في ورقه من عند البنك سنترال اللي هي اتستاسيون ما هيش انجاجانت اما جوست تقول اللي بايمي تحلت في 2018 وبدات تخدم وتوا بعد السيركولير يلزمها سو كونفورم على لوا يلزمها تاخذ الليسانس نتاعها لاتيستاسيون هذه فيهاش انجاجمون فيهاش انجاجمون نتاع اسمع لو كان يحط 5 مليارات نعطيوه الليسانس لا فيها جوست اتيستاسيون بايمي محلوله تخدم اما يلزمها ليسانس وهذا كي هو الليتا العادي الليتا الحالي وهذا علاش طلبها الانفستيسور نفهمه زادا باش يكون راسوري انه بايمي ماهيش تخدم في تبيع في البطاطا معناها بايمي كي اكزيست وتخدم في البيمون ويلزمها الليسانس سي راسورون بور لوي فوالا دونك ما نجمتش نتحصل على الورقه هذه رسمي اي قلت لهم سي با انجاجون راه سي جوست ان دوكيومون يعاونني انا باش دو كوميرس يعاونني باش يعاونني باش الانفستيسور يحط فلوس ويدخل معايا معناها سي جوست نعرف شكون دخلنا الورقه هذه هي ما فماش نورمالمون من البنك سنترال وبرا تنجم تعطيها لي كوم اتيستاسيون عرفت ماهيش فماش منها الورقه معناها كي فماش حاجه ستاندار بالضبط جا اون اتيست سان انجاج بيرسون سان انجاج ريان دو تو ما هي سي فاكتويل وكا بريف ما نجمتش نتحصل عليها انفستيسور ثاني كيف كيف مشى الانفستيسور الاول من اي بلاد سامحني نورفيجيان ثاني المان باه لي زوروبيان هذوما عملنا فيهم ما تعملش عملنا فيهم الفايكينغ الزوز انسيان فايكينغ من بعدهم لقيت انفستيسور تونسي مرحبا دونك فاهم المارشي ويعرفني يعرف اسمع بايمي ومش باش يقول لي لا دوكيمون لا يعرفنا فوالا قال لي اخر زيتنا متقيقنا حكينا او شهره انتريسي بالكدا معناها بالواحد وباش نقدموا وليت اما سامحني النقطه انت يعطيك الصحه سيريوزمون انك نون سولمون تلوج مي تلقص دي انفستيسور فرامون لسانك يلزم لسانك يجي فلوس عندي ستارت اب ادخل معايا ندخل لا ما يجيب ما يلزم نتصحح من بعد عاد
لازمش نجيبك هاو زاد لارد كونفانكر لي جون دو دانفستير دو لارجون خاطيتي شنو يعني فلوسهم في جيبهم حاضره الورقه واحد ورقه والاخر وقت سا دوموند سي سي انار نو هو شفت باروين سي انار انك كيفاش تحكي وكيفاش تتكلم وجو سوي بور حتى لي فورماسيون اللي يعملوهم وكل باش تاخذ منهم لي باز ما نعطيك حاجه لو كان ماهيش موجوده لو كان تعمل لي فورماسيون العالم الكل ما تحصلش عليها هي انك تحكي على حاجه انت من داخل تحبها وباسيوني بها ومقتنع بها توصل معناها تفهم وتوصل الميساج اكثر من انك تستعمل حاجات ستاندر اكسيلون خاطر البارح نتفرج في سفيسه ما نقصش عليك نتفرج في اف تي اكس ولا شنو الشركه هذيك مولاها اللي فلست تسويك ولا شنو تاع كيف باينس ولا اف تي اكس ولا حاجه اف تي سي ولا شنو فرنسويه للامريكان الامريكاني اللي كيف باينس ديجا كانت باينس حاطه فيها فلوس هي و ازياتيك باينس اي اف تي اكس ولا اف تي اكس قالوا وقت اللي من الاول سبونس البنك اللي عطاته فلوس ولا الفونسي اسمه سيكوا ولا سيكوا حاجه حاجه مع سيكويا سيكويا, سيكويا. معروفه على معروفة اصلا ما يقبلوش اللي يجي يمشي يفيستي عندهم يعني فون كبير شفت سيكويا كي تحط في ستارت اب لي انفستيسور الكل يتبعوا يحكيوا على تاع اف تي اكس هذا يعني الفاوندر اللي قد فاوندر اف تي اكس يوبلي سون نو سي مي سكي باري لا تو بيردور دوبوي كلكو جور هاي depuis que Sam Bankman Sam Bankman mais c'est qui flèche déjà qu'un a été flouce le chasse Biden في الحملة بتاع Biden aussi qui علاش جبت لك في سيكوا ولا سيكيوا ولا شو اسمه ذي أو أنتو كا قالوا أقنعنا في ربع ساعة على أربع درج هو قاعد يحكي وقاعد يلعب في League of Legends قاعد يلعب في ليج اوف ليجند ويحكي معاهم كاميرا الأخرى وهم شيخوا عليها وفرحوا بها على كيفاش كيفاش إلى غيف répondre en paragraphe manière bien structurée et tout ça il jawabhom aqnahom w hatta ba'dik li wahed men li hat el flous fama barnamej w mshirik fi kif kif hat el flous qal ana aqna3ni ala khater qa3d yahki ala haja huwa yahbha ala donc d'o vient khater jbet el hkayet khater d'actualité dima nqoul ana haja okhra tnejem tji ma tnejemch tji loul في حاجه انت ما تحبهاش بالضبط تجي تجي ثاني ثالث منتهيك اختار في حاجه انت ما تحبهاش تجي ثاني ثالث مي جامي تجي الاول في حاجه انت ما تحبهاش وسورتو كيف ما قلت انت باش تنجم تحكي سانسيرمون وتحكي بالكدا على بروجي نتاعك لازمك انت تكون مقتنع به 100% وتحبه وتدافع عليه وهذا اللي خليك انت قدمت شفت اون بلوس الحاجات اللي تتعلمهم تاع ستاندر كيفاش تحكي اون بوبليك وكومون كونفانك والحاجات هذوك يعملك اورغانيزاسيون في كلامك اما الميساج ماهوش كان كلام كيف ما قلت انت كنت تحب هالحاجه وباسيوني باش تعدي ياك الباسيون تعدي ليموسيون تعدي ياك هذاك عندنا في الدارجه يقول لك يحكي بقلبه يحكي بالقلب ولا نقول لك من القلب للقلب كلام من القلب للقلب سورتو كو فسيد تسمع برشا انت لي انفستيسور كي يبدا في ستارت اب من الاول بالكل ينفستيو في العبد اكثر منه في البروجي بيان سور جيب انت ايدي طياره من العبد تحس تتالير وماهوش برشا هكا واحد ça sert à rien du tout non je suis tout à fait d'accord avec toi بعد انت دونك قلت لي بيني هذا احنا وصلنا للتونسي اي كمال التونسي كيفاش قلنا عدديه جونا التونسي نتاعي انا محرحر كيف ولا بعد كلكو موا واحنا نحكيو اعطاني لوفر نتاعو لوفر اللي هي يحط من الاخر باش يحطهم لي 5 مليون مش فرد ضربه اوكي على مرتين ثلاثه على مرتين مره الاولى بارتي ومن بعد ما ناخذوا ليسانس بارتي الباقيه الاخرى معقول و كونتر بارتي ياخذ 95% ياخذوا البروجي كل مره انت من الجريماس نتاعك تفهم 95 اذا كان انا وخطيني عملتك ما انت ايش عملت نو كمان وناخذ 5% اخذ البروجي ونخدم مانجر نتاع الشركه اون كونسلتان سيريو خارج كل بروجي معناها رسمي الوطني شفت بيزار كمان دونك خلي لك تعرف شنو جاوبت معناها قبلت ولا ما قبلتش اكيد بالرفض من بعد
كيف كيف جاء واحد اخر و كان اون باراليل تونسي كان اون باراليل مع اللوفر نتاعو عاديه في المنصب نتاعو وكل شيء معناها كانت 50 مليون كونتر 30% باش يكون هو معايا يدخل ويعاون ويدز وكل ما سيتي با ان نعرف قداش تسوى معناها بيمي حتى وقتها ما زلت ما بديتش تخدم كوم يلفو مش هذاك هما يقولوا في عالم ستارت اب اول انفستيسمون سي لو بلوز امبورطون صحيح با فورسيمون اما اول انفستيسمون تنجم تخسر فيه برشا بورسنتاج معناها برشا امبورطون مي با لو بلوز امبورطون سي با لو بلوز امبورطون اما ما يلزمكش تخسر فيه برشا معناها ما يلزمكش يدخل معاك حد ياخذ 30 40 خسرت يعني تحاول تعطي المينيموم وتدخل الماكسيموم فلوس 15% فريمون الماكس معناها هذا نصيحتك للعباد اللي اليوم تحب تدخل كي نيغوسي من الاول ديما ماذا بيك نيغوسي على 15% شو معناها مش انت اذا كان مثلا تقول باش ناخذ 100 مليون دونك نعطي 15% ناخذ 200 مليون نعطي 15% دونك الشركه نتاعي تسوى مليون و600 15% اه 15% 200 مليون دونك تسوى مليون و650 اي حاجه هكاك مليون و600 حاجه هكاك اذا كان انت حاجتك ب 300 ما تقولش وما تنجمش تقول اللي الوحده نتاعك تسوى 3 ملايين مثلا 3 مليارات طيح في الفلوس اللي باش تاخذهم فوميو تاخذ اقل فلوس وما تعطيش اكثر من 15% بلوتو كو تقعد تلوج على اكثر فلوس وتخسر ملو فهمتك تو 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 استراتيجيك كل شيء استراتيجي معناها ب مشاكل لقيت حلول ما كملتش انصاف حلول كذا كذا شنو اللي يخليك تقرر تواصل ابار انك اوكي تحب البروجي نتاعك يكمل وكل شيء مي وليت ولا ان تشالنج بيرسونيل بالنسبه لك انت تاعك والله لما نكمل هو اكثر منه نحب نوصل للفيزيون نتاعي مروان اكثر أوكي. منه شفت تشالنج بار ديفو ديما معناها نتاع نحب نوصل لوبجيكتيف اما اكثر منه عارف اني وقت اللي باش تنجح باش تنجح بالقدام دونك اكثر منه اني نمشي للاخر ونفشل اذا كان ما مشيتش خيمه تعملش نوقف توا وبعد نقعد يا نشوف حد اخر عملها يا نقعد نقول يا ريتني عملت ورن ما نعرف وراهو توا نعرف وين وصلت اي ان فيت ان فيت كيف ما نقول ديما نغلط خير من نندم بالضبط نعمل ونغلط ونغلط ونفشل وخير ما خير من نندم ونقول يا ريتني عملتها ولا في توت افي داكور افيك ولا فلو. تقعد فلو ان فيت تقعد ما تعرفش وين وصلت لو كان كملت تقعد لك فلو معناها قول كان عملت انا وصلت راني شنو راهو يكون صاير دو اي سي فري شو توت افي داكور افيك توا سي سي تري انتريسون كوم كوم ابروش بعديك تي بعد مشاكل هذه وقتها في قررت انه بيمين لازم تمشي لنيفو اخر وتتبدل وقت اللي وصلت انه الليسانس صعيبه برشا سورتو كو هذا الكل راهو خسر عام ونص هذا عام ونص وانا مانيش عباره بايمي ستاند باي معناها عام ونص بعد قلت مانيش باش نزيد نخسر اكثر وقت عندي البلان بي نتاعي ديجا وقتها باللانسي روحي نعمل بيفو نبدل البزنس بلان البزنس موديل ونخدم حاجه ثانيه حاجه ثانيه اللي شفت فما بزوان زاد اللي هو لو مويان دو بايمون اون لين معناها انت باش بي تو بي اوكي اوكي ان طونك مارشان لقيت اللي صعيبه برشا باش تاخذ الكيت مارشان وتحطه اون لين كو سوا في الوقت في الانتغراسيون في الاكومبانيمون من بعد عندك مشكله يطلبوك كيفاش عندك تو يطلبوني ما عندك مشكله انت ما تنجمش تطلب الاس ام تي ديريكتومون اذا كانك تعديت بالبنك نتاعك فهمتك خاطر الاس ام تي تنجم كليونات هالبنوك او ميم طون تطلب الكونسيي نتاعك الكونسيي ماهوش فورسيمون اكسبير في البيمون صحيح اون لين صحيح هي مش كيف نجم يعاونك اسئله نتاع حاجات كل يوم ادمنستراتيف كونت بانكير فوالا مش اي كوميرس و صح دونك انت تو بايمي هي سي موان دو بايمون اون لين بور لي مارشان دونك بور لي بيزنس اللي عنده بيزنس يعني اي واحد اليوم عنده بيزنس وعنده ان سيت وورد بريس ولا اي غيره اي لونج حتى ما غير سيت فوالا حتى ما غير سيت عندك برشا جديد على فكره في بايمي دونك ينجم المهم يكون عنده الريجستر دو كوميرس باتين نقول نحن جاوا به راهو ينجم اليوم يخلص فلوسه اون لين اترافير بايمي بالضبط هذا اليوم وصلت له انتم قاعدين تخدموا عليه بالضبط اي تي روغريت الشوا تاع تي روغريت مش الشوا مي تي روغريت
البارتي واليت اللي حبيت عليها خاون فيها من الاول ماذا بيا ديما نرجع لها انا جو ريغريت دون لو سونس وين ماذا بيا لو كان خدمتها وخدمت معناها لك بو لا فوار سي تري ديفيسيل اي بالضبط ماذا بيا لو كانت عندي مي جو ريغريت با شيفت معناها البيفو انت اليوم مازلت تخدم في فرنسا وتعمل التيرنونس بينك وبين وقتك لا قصيت توتي 100% على بيدي 100% قصيت في افريل في افريل هذاك علاش قلت لك بعد 3 سنين ونص à distance ou en parallèle مع حاجات اخرى قصيت وليت 100% PMI احكي لي PMI اليوم قداش عندك من كولابوراتور شنو كيفاش عندك فاوندر عندك معاك انفستيسور عندي اي دونك دخلوا معايا من الاول فلات فلات 6 لابس جوان 2021 هذاك اول سوبور دخل ودخل معايا وقتها بورتون سولو فاوندر وما عندي حد في التيم ونعمل في الجيستيون تاع بيمي على ديستانس يعني نذكر عملت عندك بيمي بالتليفون انت تك تك ساعه امورك اما بالنسبه للانفستيسور سي تري ريسكي سولو فاوندر دونك تصير له حاجه مشي البروجي ما عندوش حتى حد يخدم معاه الانفستيسور ما يحبوش سولو فاوندر ما يحبوش خاطر برشا عباد تسمع فينا نعرف حاجات اما برشا عباد تسمع فينا تحب انت اليوم افيك ليكسبيريونس 5 سنين ولا 4 سنين في الموند دو ستارت اب يحبوا يسمعوا حاجات كيف هكا تعرف شنو ما يحبوش دون لو سونس اذا كان البروجي ماهمش مقتنعين به برشا سي ان ديل بريكر اوكي اذا كان البروجي عجبهم برشا ومقتنعين به باش ينيغوسيو معاك برشا على الفالوريزاسيون تاع ستارت اب معناها كي تبدا سولو فاوندر هما شفت لي يعملوا ميمو دانفستيسمون في الميمو دانفستيسمون يحطوا بلوزور كونديسيون ولا بلوزور كريتير فما دي كريتير يطلعوا في الفالور دي كريتير يطيحوا في الفالور سولو فاوندر طيح برشا يقول لك كريتير يطيحوا سولو فاوندر سي ان غران ريسك كون سولو فاوندر يكون عنده ايدي دو جيني معناها نو الفالور ديما يطيحوها الريسك ديما يطيحوا علاش ماهيش مربوطه بالليدي هنا مربوطه بالسولو فاوندر يقول لك بالكوميتمنت بالانجاجمون يحبوا لا يقول لك اذا كان يقدر تصير له حاجه فلوس يمشيو البروجي سنتراليزي عندهم خاطر الكورشي سنتراليزي تنصح الناس اللي مش يعملوا دي ستارت اب اجوردي انهم ما يكونوش سولو فاوندر طريقه اخرى انت تنصح قاعد با فورسيمون ننصح با فورسيمون يدو اسيمي اي Okay. Pas choisir. Forcément. Un خاطر مثلا مع l'investisseur بعد flat. دخل معايا investisseur février dernier, américain. Négociation parmi les حاجات اللي كان نازل فيهم عليا هي انه solo founder معناها ما يعجبهم برشا البروجي مي فما ريسك. اوكي. عالم كمان. Bien sûr. قداش عندك في ليكيب اليوم؟ توا 6. توا 6 ودون un cofondateur. سميوه ليت كوفاوندر اللي ريت مرفيت معاك مصري هذاك هو اوكي هذاك هو وقتاش دخل في سبتمبر سبتمبر هذا سبتمبر هذا وقت مشيت ريت وقت مازال فريشك في كي جيت في ابريل كي جيت انت هو اول مره يجي لتونس وقتها اوكي باش يشوف ليكيب وباش لا وقتها مازال كي دخل كول انت العام هذا وقت ما خاطر احنا عرفنا بعضنا اتخافي الخدمة وكل شيء خدمنا بعضنا زادة سوق بلون ديزاين اكسترا طبعا ديك نقول كامل تيمونياج لي انا كل شيء اما انت السنة في قريتك وقتها مقرر انك تقدم تيوفانس اكثر قلت لي قلت مش نروح مو فرنسا مش تلهي سايي سي لو ديكليك نتاعك بروفيسيونيل سي باي مي فيرست سي اي توا سي باي مي 100% parmi les motivations Marouane زاد تنجم تكون حاجة أبار أنك passionné وتحب الخدمة متاعك l'objectif متاعي مش أنه نصنع un moyen de paiement parmi les moyens de paiement l'objectif أنه نصنع حاجة qui a de l'impact معناه أنت جيني مثلا marchand تقول لي حاجتي بالبيمون مي فيه حاجه سبيسيفيك هكا وهكا وهكا نخدم عليها باش تسهل لك الخدمه نتاعك ما نقولكش اسمع مروان لي عندي الجيت واي هذايا يخدم والناس الكل تخدم به ويخلص لك بالكارتة خذ واخدم به يعني انت فيزيون تاعك اليوم بيمي اذا كان مروان اليوم استحق في الستارت اب نتاعو ان سيرفيس دو بيمون ان بو سبيسيفيك لازم توفر بيان سور احنا اون في ليتود الحاجه الوحيده اون في ليتود باش نشوفوه كيفاش يتعمم
يكون حاجة ينجموا يستعملوها برشا عباد أخرين. مي اوني تري فليكسيبل وأوفير أنه نعملوا حاجة تعاون العباد. شفت حتى في لي سيلز ولا لي سيلز سيرتو اللي يمشيوا يبيعوا يعرفوا بايمي سي دو سويت، نقول لهم صحيح عندكم بارتي متاع فونت، أما نحب تمشيوا بالمايند سيت أنك افهم الكليون اللي مقابلك كيفاش نجم تعاونوا بايمي. يعني ما تمشيش باش تبيع له ديتكت لي بروبليم نتاعو يفهموا يسمعوا فوالا، ما تمشيش باش تبيع له كهو. يعني انت قاعد تقول نحب انا كوميرسيال سميع، مشكل معناتها كوميرسيال يسمع مش يحكي برشا. بالضبط، جي با بزوان انه يجيب لي 10 كونتراتوات مصحين ومنهم واحد برك قاعد يخدم ولا يدخل في الفلوس اترافير بايمي، والاخرين 9 ما يعملوا في شيء. فهمتك. اي كي تسمع سي لا كاليتي قبل الكونتيتي، الكاليتي داكومبانيمون اللي باش نعملوا نعملوه للكليون. اي اكسيلون. اليوم انت راضي على تي في بارابور بايمي؟ راضي نحكي ك كي بي ايز نتاعك، نحكي مانيش نحكي خاطر باش تجاوبني باش تقولي بتتخليه مازلت حاب نسمع اكثر. عادي الانسان يكون موتيفي انتوزياست بالنسبه لسون بروجي، مي بارابور للكي بي ايز نتاعك المايند سونز نتاعك سافا اي تو افونس بيان اي كاريمون. راضي باللي فما وفما برشا سسبانس وباسيوني باللي جاي الكل، عرفت كل مره تبني في حاجه، عايش كل مره تي بروفيت دو شاك انستون افيك بايمي. بالضبط، بمشاكلها بالحاجات الباهية باللي فيدباك الباهين تاع لي كليون عندنا دي امباسادور مش دي كليون راهو تاو. فهمتك. 60% 70% نقولوا احنا جايين مش من لي كوميرسيون تاعنا، مش من البروسبكسيون تاعك، مش من البروسبكسيون، جايين يا اما جوجل يا اما بوش اوغي. اكسيلونس. عندنا دي كليون فان معناها اللي يمشيو يحكيو براحت بايمي. نعطيك انكدوت، فما كليون تكلمتني قالت لي مشيت للبنك انا قلت لهم نحب نعمل بايمون اون لين، غزر لها الكونسيي قال لها من غير ما تكسر راسك برا البايمي. بنك حلوه على الاخر، هذه قليله وين تحصل الحكايه هذه، ما تصيرش برشا. شنو النكست ستيب بالنسبه للبايمي؟ النكست ستيب قاعدين فما دي شانتي كبار باش يبدلوا في البرودوي، حاجه منهم تعرفها دونك لي ديزاين جديد الكل باش يكون اكثر بروفيسيونيل. هذاك الديزاين اللي عندنا توا من 2018 وهكاك، هذاك اللي كديت حاجه اللي بدا فونكسيونيل. حاجه نحب تنصح فيها برشا الشباب خاطر بارفوا يحبوا يبداو يقول لك ما نعمل حاجه نعملها بكدايه مش لازم. قبل ما قبيله خاطر على الاذان قصينا سألتك سؤال، قلت لك برشا فما برشا ناس كي يحبوا يلانسيو ان بروجي ستارت اب كيلكو سوا، عندهم ديما الخوف نتاع من لانسي كي نبدا انا كامل، كي نبدا انا البروجي نتاعي واضح طياره مخدوم بكدي كوم الفو لا بيرفيكسيون. معناها فما شكون يشيرش لا بيرفيكسيون، انت شنو 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 حسب الخبره نتاعك شنو تنصحها في الحاجه هذه؟ ننصح الحاجه اللي يفيدك اللي تشوفها تنجم تخدم خرجها كيف ما هي وشوف المارج شنو هي الرياكسيون نتاعو، ومن بعد ابدا صلح وكبر فيها. خرج اسمع المارشي صلح وقدم كبر فيها ولا بدل ولا نحي. نعطيك من جهه اخرى تقول لي فما عباد يحبوا يمشيوا على بيرفكسيون، تصور انت خدمت 20 فونكسيوناليتي في السيستم نتاعك، تقول هذا سيستم مضروب بالسفود كامل جاو به نخرجه، وخرجته لقيت الفينالمون المرشي يستعمل في واحدة بركة، شنو صار لهنا؟ خسرت وقت برشا مجهود مشي في حاجات مش يستعمل فيها يوتيزاتور. بالضبط، وقت وفلوس. فهمتك. خاطر انت باش تخرج 20 ماكش باش تقعد شهر، باش تقعد عام عامين. الوركو لو كان بديت تتخرج بالوحدة بالوحدة باش تربح برشا، انه فما حاجات انه دو ان انت على المرشي عندك عامي صحيح، مش اليوم خرجت حاجة كاملة، معناها انت ما عندك عامين في المرشي وكل مرة تمشي وتحسن. ذكرت انكدوت انا بحكم انا وياك جزوز من احب ابل او مستعملين أيوة. ابل اول ايفون خرجته ابل، برشا ما تعرفش لكن اول ايفون خرجته ابل فما فونكسيوناليتي فيه طيارة على الاخر مش موجود، وسهل مش طيارة على الاخر مطلوبة على الاخر، هي كوبي كولي.
اول التليفون خرج ما فيهوش كوبي كولي، خرجوها بعد عامين. دخل مره في الانترفيو نتاع السيد اللي خرج معناتها الانجنيور اللي هو خدمته الكوبي كولي، مسؤول على الكوبي كولي، مسيو كوبي كولي. قالوا له علاش ما خرجتش، ما كيفاش تخرجوا ايفون كمان تخرج كوبي كولي؟ قالوا كان قعدنا عامين باش خرجنا كوبي كولي. قالوا فوز ايماجيني لكن احنا خرجنا اول ايفون بعد عامين. انا ما فهمش ايفون جم رام خسروا برشا في وهذا هو هذاك علاش انا حتى توفري فورماسيون تاعي ولا مع الكليون تاعي نقول له ام في بي لو ام في بي لي تري تري امبورطون. خرج لو بلوز امبورطون في البروجي تاعك، انت شوف البروجي تاعك شنو هو فيه، شوف نقول احنا العمود الفقري الظهر نتاع البروجي، خرج هبط المارشي، اسمع المارشي، صلح. حتى كي تهبط حاجه جديده تكون انت مهبطها او انت اون انتيراكسيون مع المارشي، قاعد تسمع فيه، قاعد تحكي معه. كيف انت عطيت مثال تاع 20 سيرفيس، ايماجين عندك نون سولمون يستعملوا في سيرفيس مارك، ايماجين يستعملوا في العشرين وجاتهم عندهم مشاكل في العشرين، ايماجين انت اون انتيغ قداش باش تقعد حب لك وقت تاع تصليح. فما ريسك اخر، انت باش تقعد عامين باش تخرجك العشرين، ينجم فك العامين فما شكون خرج زوز ثلاثه كي سون تري انتريسانت صحيح كوم فونكسيوناليتي للمارشي وربح قبلك المارشي، تخرج انت بعد عامين تلقى روحك ديجا اون روتار. سي تري امبورطون. مروان حكينا حاجه قبيله في الاوف صغيره بتاعو نجيوها، ما فما كلمه قلتها لي قبل، قلت لي ساعات الواحد يبكي يتغشش يقلق، اوني دي زومان فينالمون بيان سور، سورتو لونتربرونور شفت يبدا فاسيلمون اوفرويلمد، معناها سوبمرجي باللي زيموسيون بالواحد، خاطر ان اونتربرونور باش يخدم كونتابلي باش يخدم فينانسيي باش يخدم جوريست باش يخدم كي نقول هذا مش نوع او موان لي ريلاسيون مع العباد هذوما الكل، خاطر في ستارت اب هو اللي جاري في كل شيء كي شابوتو لي ريلاسيون، فما دي ريلاسيون ما يمشيوش كما حكيت لك بكري مع البنكة، فما دي فما حاجات اللي ياخذوا له وقته اون ديبي دو حاجات اخرين بلو بريوريتير، فهمتك، وفما حاجات يخسر فيهم برشا وقت وما يمشيوش. ذاك علاش قلت لك من بعد تصير له ديسيبسيون، اون اي دي زومان كيما قلت ليموسيون نتاعك الواحد سوبمرجي من الاخر باش يعيط باش يبكي باش يفرغ. شوي توتا في داكور، على خاطر هما برشا بحكم انه كلمه انتربرونور ولات بوز وورد، معناها ولات كلمه هكا تراند المده الاخر، برشا يسخلوا انه انتربرونور ساعات يكلموني يقول لي مروان ما نحبش نخدم 8 ل 6، قول نهار اللي تحل البروجي نتاعك تبي تحلم تخدم 8 ل 6 ما يصدقوش، معناها يقولوا لي تحبوا نقعد نخدم تحت العباد، قلت لك شنو تحت العباد، يعني لازم تكون انتربرونور حتى تخدم تحت العباد، سي با سا مي انتربرونور راه سي ديفيسيل، سي ان ايتا ديسبري تري ديفيسيل، سي ان مايند سيت، ودي نقول ماهوش جوب تايتل، مي راه متعب، معناها متعب على خاطر هو ستان شوا، سي ان شوا بالضبط، اما راه متعب ويحب له برشا جواجي ويحب له برشا صبر وفيه ايمانويل ماكرون قال مره كلمه، ميم سي ايمانويل ماكرون اللي صحاب برشا انا وياه مش صحاب ما تهزش عليه التليفون، ما يهزش على التليفون والله ما نحملوش معناها برشا، اما قال مره حاجه تري امبورطون، قال انا كي نرقد في الليل قال نرقد افيك بوكو دو دوت من غدوه، مي كون جو مي ريفيل لو ماتان جي بوكو دو كونفيونس، اي باش يبدا نهار جديد خاطر فينالمون لازم نفهم. انا عندي فيديو معروفك اللي قلت فيه ما تنجمش ترقد 8 سوايع، العباد ماهيش فاهمه توا كلهم اللي يفهموا في النوم، راهو بالرسم مروان ما نعرفش، انت تعرف عندك دي سالاري، عندك سي ان اس اس، عندك كونتابيليتي، عندك خلاصات، عندك شيكات ماهيش خاصه، عندك ريكوفرمون، تجيك نوم 8 سوايع مروان ما ينجمش، تنجمش طبيعي مش راح تروح كونجاجي على الاخر، معناها تخدم وكيف ما قلت سوبمرجي ديموسيون سي با فاسيل. لين نتفكر شفت سورتو هما يجيوك دي بيك اون ميم تان، ما نحبش نمشيو في انتربرونور يخدم 24 ساعه صحيح كونتر، انا اكل بون ينجموا برشا يقولوا لي لا انا ما يوافقونيش معناها، اما كونتر اللي يقول الكونتربرونور تخدم من غير ما تحسب و 20 وما نعرف شنو، انا من الانتربرونور اللي يحب الاورجانيزاسيون، يجيوك نهارات والا يجيوك دي بيريود اشهر يمكن عام الاولاني في اللونسمون وين بالرسمي باش تخدم تنزل على روحك، فهمتك، 20 ساعه في النهار اللي هو
اما شنو ماهوش هذاك الروتين نتاعك ما لازمش يولي هذاك هو الريتش معناتها لابيتود نتاعك بالضبط ان انتربرونور يلزم يورغانيزي روحه شفت انا يوصل لي بيريود كبيره وين نرقد 5 سوايع 4 سوايع ونفيق نخرج من النوم ما نقومش دايخ ولا 4 سوايع نخرج 5 سوايع نخرج منها انت قلت لازم انتربرونور شنو بالنسبه لك انت احسن كريتير والا حاجه أو حاجاتك لازم توفر في إنسان يحب يدخل لونتربرونوريا Perseverance. إذا كان ما عندكش قيمة تشد صحيح تكبش ما عندك وين توصل لازم تكون تكبش خطر وعرضوني برشا مرات اللي يقول لك ما حبيتش تمشي الحكاية والمشكلة يلزمني نمشي لك البلاصة والمشكلة نمشي جوستمون زادا نحيو كلمة المشكلة يلزمني نعمل بيه فسر الحكاية ذاك إذا متراهش كأنها مشكل معناها مش من متراهش كأنها مشكل أما كي جي تحكي أنت كان ثبت تلقى اللي يقول لك المشكل يلزمني نعمل هكا يلقى في عذر ولا يلقى في إكسكيوز لا فيكتيميزاسيون جوي لو رول دو لا فيكتيم وإلا الإنسان اللي يعطي روحه في أعذار فيها ولا يعطي روحه في الأعذار تعطي فاصون راهي المشكل ماهيش أنا المشكلة أك السيرفيس هذاك هو سافا با بيروقراسي تونيزيان ويلزم نعمل هكا والمشكل يلزم نعمل هكا والمشكلة هذه طويلة هاي فازي يعملهم يلزم الواحد ينحي كلمة المشكل اللي كانت عندي رو قبل فهمتك أما شنو فهمت اللي ما هيش مش توصلني حتى بلاسة نحي كلمة المشكل من الكلام جملة وشوف شنو باش تعوضها المشكل يلزمني نعمل رينو هي فازي برا عمل رينو ولا المشكل يلزمني نلقى ديفلوبر هلقى ديفلوبر يديفلوبي لك الوحدة فهمت شنو نلقى فما بلوزيور انتربرينور يقول لك عندي ايدي باهية وعملت لها اتود وقعد نقدم اما المشكل كذا كذا اي يحطوا ما فينا الماء عبارة قاعد يحط في روحه في اعذار باش يهني روحه ما يقدمش وكاو عدم جلد الذات علاش قلت لك انا بيرسيفيرانس اذا كان ما عندكش اذا كان من الاول بديت بالمشكل انت من بعد تصور قدمت المشكلة هذيك تتبدل بالمانك دو بيرسيفيرانس انت قدمت وعملت الخطوه من بعد لازم تشد صحيح ما ترخش شنو اكبر بون في بيمي شو نقول لك حتى سوغ لو بلان بيرسونيل انت معناها شنو مومون في حياتك الى حد الان معناها قعدت لك ما تنساهاش سواء صعيبه سواء سهله سواء تفرح سواء تبكي بالنسبة للصعاب هما حاجتين واحدة اللي حكيت لك عليها متاع البنكة بكري مش تحكيها لي ذيك والأخرى آخر أوفر اللي جاتني متاع 95% اللي كنت حاطت فيها أمالي الكل متاع نحب أنفان شكون معايا باش ناخذ الليسانس بالخمسة مليارات وبغيره معناها باش نمشيها الفونداتور الانفستيسور الأخرين يعني كانت لك ديسيبسيون كبيرة؟ كبيرة ياسر خاطر حطيت أمالي كل فيها عرفت أني كل مرة نحب ندبر الخمسة مليارات وحد يقدم معايا باش نوصل للأوبجيكتيف وللفيزيون بتاع بيمين فهمتك هي. فهمتك هي. اللي هي كواليت نحكي على قبل كواليت هذه كانت ديسيبسيون كبيرة ياسر خاطر ما مش قبل ما نعمل البيفورة خاطر عبارة آخر كرتوشة كنت آخر كرتوشة ولا عبارة آخر كرتوشة قبل ما نعمل البيفو خاطر البيفو مش سهل زاد راه بيفو عبارة بديت في بروجي آخر فهمتك يعني لزتك وفيت خلت لك ظهرك للحيط معناه ولا انك يا تبدل يا باش تسكر ديسيبسيون الاخرى اللي حكيت لي في الاوف حكيت لي عليها شوية انك تجم تحكيها اللي هي اللي هي صارت بي قديش خاطر انت قلت لي كيفاش دبي وقتاش صارت قديش عندها ملي صارت صارت في وسط 2021 صيف 2021 عندها عام شوية عند عام وشوية على مع أول بارتنير كنت متعدي نخدم معاه معناها عطيني سوليسيون اللي تخلي معناها لي بيمون لين يصيروا اوكي ونحكيو مع بعضنا على اون كونفنسيون طويله كيفاش نخدموها كيفاش نعملوها خاطر حاجه جديده في تونس ونحبوا نكدريو الخدمه نتاعنا مع بعضنا بكونفنسيون باش نظهروا الفلوس كيفاش تدور والفلو مونيتير تبدا اموركم واضحه واضح فوالا اوكي بعد خدمه 8 شهور يوصلني تليفون من عند انترلوكيتور من عند البارتنير
يقول لي اسمع باش نقصوا الكونترا وعندك بريافي نتاع 8 نتاع 8 يعني بعد 8 اشهر ديسكوسيون ديزالي روتور على مش تحطوا اموركم منظمه ما عجبهمش هكا هما تغشوا شنو ليه ما نعرفش علاش ما معناه ما فماش حاجه هي كونفنسيون جديده قاعدين نحكيوا كيفاش نخدموا فيها مع بعضنا نيغوسياسيون معناتها النقاشات كانوا سافا تعدي برين ستورمينغ كان مش حتى نيغوسياسيون معناها اجا نظموا الخدمه نتاعنا كيفاش تصير معناها كان نقاشات مريقلين معناها كونستركتيف يقدموا يجيك تليفون انت وقتها فين وقتها في اسبانيا في اخر لي فاكونس نتاعي هوروزمون مانيش من نوع فاكونس انويل نتاعك معناها في الصيف اوكي دونك فاكونس تاعك انويل يجيك تليفون يقول لك مروان اسمع البروجي نتاعك خاطر فسرها بطريقه اخرى يقول لك البروجي نتاعك راه دي 8 ايام باش تسكر فوالا الكل هذا فاش قاعد يقول وال 200 مارشون اللي معاك باش تقص عليهم ما وضوا باش تقص عليهم اليهم ربي معناها جمل اي وانت التعب نتاعك تاع سنوات يمشي في الريح يمشي كل بالبيفو بالريشيرش نتاعو بالشاي قلت لي موزيكا احكي لي اش عملت وقتها سيبت ما قلت لك تنجم تعيط تبكي وقتها فرغت معناها سور لو شان بعد ما علقت التليفون خاطر ما تفهم شيء يجيك واحد يقول لك اسمع سيد سكرت واحده نتاعك وليه وانت حلمه يعني انت بيمي بالنسبه لك انت حلمه تعرف من قبيله تحكي تيتها بشويه تو تشوف روحك بعديك في البودكاست راك تحكي على بيمي تخرجك تحكي على بنتك الصغيره بيان سور تمشي وتكبر فيها تشوف وجهك تشوف عينيك سو انا من قبيله شيخ معناك باش تحكي على بيمي والله سيريوزمون والله وربي معاك وربي وفق خدمت كرهبة نزلت على الزوالي كل نزلت زوالي الكل ونجيت وجيت تونس والواحد افو وموزيكا شو تسمع موزيكا موزيكا وقتها ما تفكرش بالضبط يظهر لي اي مش يظهر لي الموزيكا وقتها فيها امراه ام موندوني عيطت هكا هاو في نفس الوقت واو كيف لك في نفس الوقت شوفوهم عرفتك لي تعبد موتيفي هكا الموتيفاسيون تاعو نعطيك شكون اسمها داريا داريا تفكرها شوفوها الموزيكا هذه صار جيت لتونس ديريكت جيت لتونس ديريكت مشيت من اسبانيا جيت لتونس معناها لا روحت لباريس ومشيت وبعد جيت لتونس ديريكت برشا عباد راهو يسمع خاطر كنت يقول لك روحت لباريس وتسكن باريس واسبانيا راه انت مشيت قرايه بعدك خدمه بديت حياتك غاديك اي في أي كل شيء في باريس اي خاطر برشا عباد يقول لك لي ستارت اب راهو عباد لاباس عليهم عندهم دي بروجي تو سا نو سي با سا دو تو معناها لا 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 عادي قريت وخدمت يعني خدمت ريسبسيونيست في اوتيل معناها مش عادي مش في فرنسا دقيق انت ريسبسيونيست في اوتيل في باري في باريس في اللي نخدم ريسبسيونيست ونديفلوبي تخدم ريسبسيونيست ونديفلوبي وتقرا ونقرا فوالا سي سا لا في نهار الجمعه كان طوله 38 ساعه نهار الجمعه 38 ساعه على خاطر نخرج من الستة متاع الصباح باش ناخذ البيوس نمشي نقرا ونمشي كوستار كرافات في القرايه اوكي وبعد ما نكمل القرايه نمشي لوتيل ديريكتومون خاطر نخدم يا السبعة يا الثمانية متاع الليل اوكي حتى للسبعة ثمانية متاع الصباح 12 ساعة ديما في الليل اوكي دونك نروح نرقد من الغدوة من الستة متاع الصباح من الغدوة واو وبعد ما تكمل لوتيل تاخذ ديفلوبي في وسط لوتيل لا في وسط في الليل خاطر هو في الليل حتى الماضي ساعة ماضي ساعتين تعليل فما شوية حركة بعد ما ساعتين الخمسة للستة فما شيء هذاك نديفلوبي فيه برافو والله برافو تعلمت منهم الوقت هذوك بيان سور هذوك اللي كبروك ياسر اكزاكتومون علاش برشا الشباب نقول لهم راه حتى الوقت الصعيب تاع دابيتا ويك تعلم منه بيان سور خاطر احسن دو احسن ماستر كلاس تاخذها بالحق لا يا ما تتعدي و ويصيروا لك مشاكل واحد يطيح تحل وجهه من هوني في اوتيل لاسانسور في وسط بين ليتاج وليتاج يقف دونك يصيروا لك وانت في الليل معناها فماش اسيستانس مش كيف النهار مش كيما في النهار اي يطيح الاسيستانس على الاخر شفت في داكوغ روحت لتونس قال لك سي بون كذا 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 جيت باش تحل المشاكل نتاعك روحت لتونس مشيت لبارتنير اخر كيفو ديريكت انت حاجه باهيه فيك تولى حظها مرتي وانت تمر تعاود كي تعرضك مشكله
ديريكتومون تشوف الالتيرناتيف. ديما عندك بلان بي حاضر. ديما شفت حاجه اخرى ديما ما تخليش يسميوها هي بالانجلي سينجل بوينت اوف فيلير اللي خدمته كل واقفه على بارتنير برك ولا على حاجه واحده. حتى وكان الاخر ماكش مصح معاه عامل علاقات معاه على الاقل فما ديسكوسيون فما قهوه فما كذا فوالا دونك انا عامل وقتها معاه زوز ثلاثه اوكي مشيت لاكثر واحد مقدم معاه وقريب له حلو بروبوزيت عليه وقلت له راهو عندي حاجه اون اورجانس اي جايز نعملوها تاو تاك تاك حلينا البروجي مره اخرى عنده هو وبدلت جوست بدلت السيستم في 15 يوم وقتها صبروا عليا شويه معناها طيب صح قصروش بون في 15 يوم بعد دونك بدلت السيستم وليت مرتاح تو ينجم يقص وقت اللي يحب. انت تو انت قاعد تاكد في حاجه تعدي بها للشركات الكبار كل وان شاء الله بيميت تولي كبيره هذا اللي يحبون الناس كل تو اكبر من هكا تولي تمشي حتى سيغ لو بلان نور افريك وش بونس عندك هذيك الفيزيون هي لا اكيد انه المشكل اللي حبيت نقولها لك معنى الحاجه حبيت نقول لك كيف نتفليكس كيف غيرهم انه المشكل هو الحل يعني المشكل ساعات كيجي راه يجيب برشا حلول معاه انت بوس انك تعمل تخرجك الزون سبوتيفاي تفرجت فيه الفيلم تاع سبوتيفاي قاعد تفرجت في الابيزود الاولى بعد قلت لي هذا لازم تفرج فيه لامبورغيني تعرف حكايتها ولا اي كيف كيف لامبورغيني كيف كيف كان يعمل في التراكتورات اكزاكتومون مشي للفيراري قزمه معناها صحيح حتى نتفليكس راه نتفليكس وقت يمشي هو كان بلاك بوستر اسمه بلاك بوستر اسمه حاجاكا يكريفوا فيديوهات واكبر منهم ضحكوا عليهم اما بعديك نتفليكس جاتها مشكله خرجت حل خرجت حلول اخرى باش باعت اكثر واكثر معناها ديما خاطر برشا عباد يخافوا من انه يخافوا من المشكل راهو المشكل كي يجي راهو ساعات يجيب انا نسمع دي زوبورتونيتي يلزك باش تعمل حاجه يمكن ما خممتش فيها وانت في الكونفور نتاعك فهمتك لهنا ذاك علاش الريلاسيون نتاعي مع البارتنير هذا خلتني نمشي نلقف السيستم وبودو 15 جوغ في عوض انت تدخل فك البانيك بتاع البروجي بتاعي مش يوقف انت باش توقف نون لقيت الحل نتاعك والحل نتاعك كان تو سامبلمون حتى انتيسيبي وي وتوا مش حتى جي انتيسيبي لي ريلاسيون تاو مصحح مع بليزيور فهمت اوكي يعني استاسيد الاكسبيريونس اسمو الاكسبيريونس اي بالضبط تو نفرق على بليزيور بارتنير مش على واحد برك اوكي دونك دوكو تو ما تخافش ان واحد يهز تليفون وانت في فاكونس كلكو بار باش يقول لك بالضبط حطك الفوني نتاع الدغيا وش اسمه درجه نانا سي كيف كيف حكيت لي على ال مالوغوزمون انا نحب نحكي بصراحه وانت تعرف اذا كيف صريح جدا حكيت لي على الساعات اللي جست ولا التصرفات الخايبه مش نقولش كلمه حقره يعني قلت كلمه حقره باش ما نقول شيء باش نقول كلمه حقره الساعات اللي تشوفها عند عند عبيد وانت قاعد تسال وتعمل في اي خدمه تعمل في خدمتك العاديه تحب تكبر بروجي نتاعك دونك لقيت تصرفات خايبه ساعات وي شفت فما كيما في اي بلاصه فما الباهي وفما الخايب وفما اللي نسميوها حاجه معناها تصرف خايب غراتوي جوست يحب يحب يطيحك يحب يديكوراجيك هكا كمان تو ولينا نسميو فيلم بلغه جديده نتاع العالم هيترز ايوا تقام حتى على الانترنت فيسبوك مثلا تبتي لبس حتى تحط التصوير تلبسه مزيان يقول لك اكيد بوذر روح ما عندهم يخوف هي جوست كيكه لازم يقال لك حاجه فيها اي لازم فما مشكل معناها عندك كرهبه باي يقول لك باباطا هيك اي فوالا ولا مرته شريتها له ولا مرته شريتها له ولا المراه مثلا تخدم تقول لك ولا على الليزينغ فلوس راجلها ولا اي ولا على الليزينغ يمروا على الليزينغ على البنك على شنو اسم نتاعو الشيء هذا تعتقد انت الهيترز هذوما ذي سوجي طويل برشا على خاطر في جمله السبب نتاعو ليدنتيتي نتاع الانسان هذاك مش واضحه كي نقول ليدنتيتي نتاعو ليدنتيتي في هو شكونو بيرسو منين جاي علاش تولد شنو الميسيون نتاعو في الحياه شنو اهدافه في الحياه هذيك مش واضحه اون فيت فما عباد يسيدنتيفي يعرف روحه بالغاء الاخر
هذاك أسهل حاجة تتعمل لخاطر كيف تلغي الآخر ولا تعفس فوقه أنت تكون خير منه. دونك فاسيل أنه نكمباريو بين زوز عباد. صحيح هاي صحيح صحيح. لكن أنت عديتني عملت حاجة قلت لي حاجة حلوة كيفاش تتعامل معاهم الحاج كيف هذوم كيفاش تتعامل معاهم تو خبيل حكيتها لي لكن حابب تعاود تحكيها. قلت لي أنك ما انك تستحمل وما ترجعش ما ترجع لهمش اي ما تشدش اون فيت خاطر ما تحب تكون انت مش باش نقول فما نيفوات ولا اما تحب تكون تخدم وديما يمشي وكاو يعني انت قاعد كي ما ترجع لهمش قاعد عباره سمح في الكلمه قاعد تربي في روحك في النفس نتاعك بالضبط وقاعد تقول انه مش هذوك الحاجات اللي باش يوقفوك. نعطيك حاجه صحيح. شفت كل حاجه تعطيها أهمية قاعد تعطي فيها كنترول عليك أنت ولا على الإيموشن نتاعك. صحيح صحيح صحيح. نعاودوا فورموليوها ولا أنا فهمها ما عاودها بطريقة أخرى. أعطيني أن إكزامبل. شفت لو كان واحد ناخذوا الإكزامبل نتاع واحد حاب يطيح يديكوراجيك معناها يقول لك مثلا بعث لك أميل يجاوب فيك بطريقة خايبة على أنت بروجي نتاعك حكايته فارغة وما ما يمشيش وما يقدمش. باهي عندك دو رياكسيون سواء تقول هذاك رايو هو أموره وتتعدى لهنا ألغيت كل فرص من الميل هذاك ألغيت كل سلطة معنوية كل سلطة ولا عليك ينجم يجرسها عليك من الميل هذاك ولا من الميساج هذاك كان تاخذها بيرسونيل ما أعطيتها سلطة أنها تأثر عليك بيرسونيل ما باش تقعد تخمم بروجي متاعي ما هوش باهي ما يمشيش ما هوش مريقل ويأثر عليك على كيف باش تتصرف من بعد. فهمتك يا فهمتك وانت خويا تخلك فوضى قلت كنا نسجل بودكاست. كمل دونك أنت كي تحكي على الإكزامبل الأول اللي قلته انك اذا كان انا الميل الخايب هذاك سمعته عديته معناها انا ما عادش الكلام الخايب نتاع الشخص هذاك ولا التصرف تاع الشخص هذاك ما عطيتوش حتى سلطة عليا مش يغير فيا حتى شيء. بالضبط. واذا كان انا نتغشش ونتقلق وناخذها بيرسونال فانه الانسان اكس اللي يبعث لي ميل لو كان يعاود يبعث لي ميل اخر نهار اخر ينجم كيف وانا كنت في مود باهي ينجم يردي في مود خايب يديكو ولات عنده سلطه خاطر عطيته سلطه يعني. بالضبط حتى بالميل هذاك بيدو اللي بعثه راه ينجم عطيته سلطه انه الميل ياثر فيك يفرح مثلا ولا يغشك. نحكيو لهنا على حاجه تطيح انه تقول بروجي نتاعي ماهوش باش يمشي بالكدا وتدبرم اونترو عطيته سلطه هو مع البالوش بالطقس هو بعث لك ميل ومشى وتعدى معناه. فهمتك. اما يعني تخليه في مخك باش يأثر فيك. نفس الحاجة اللي حكينا عليها احنا من بعد كيف قلنا حتى كان عملوا لك هكيك أنسى وديما يمشي هو تعدل. أنك تسامح وتسايب سامح لفقص أن الإنسان يكون قادر أنه يسامح أنه يسامح. الحاجة اللي يمكن فاهمينها بالمقلوب كإنسان هو أنه كيف باش تسامح قاعد تعمل في حاجة باهي العبد الآخر. ليه فهمتك. كيف باش تسامح قاعد تعمل في حاجة باهي اللي كنتي مع روحك معناه مع روحك خاطر كي باش تسامح باش تسيبه هذاك اذا ما سامحتش هو موش صاير له شيء انت سامحته ولا ما سامحتوش ما يبدل فيه حتى شيء هو بعيد عليك. صحيح. باركونتر كي تقول نسيبه نطلقه ونسامحه انت اللي باش ترتاح على خاطرك سيبت حاجه كنت شددها هذاك عمل لي مشكل. صحيح. هذاك عمل لك الحاجه. صحيح. نو سي تريز سي حكيم خاطر إذا أقول لك حاجة تخيز امبورتانت أنه أنت قلت كلمة قبيلة قلت ركز على الأهم ركز على المهم خاطر أنت كي تبدأ عندك هدف ماشي فيه باش تعرضك حاجات تلهيك على هدف هذاك يعني تكون صغيرة وتعطي فيها برشة إنرجي باش لازم تقدم أنت. دونك إذا كانك أنت عندك هدف معين تحب تخدم عليه ركز على هدف متاعك وما تخليش الحاجات الصغيرة تاخذ لك من وقتك اللي لازم يمشي لك الهدف هذاك توصل له. وهذاك علاش برشا الناس يلقى روحه بدا في البروجي ما يلقى وقته كل يحل في المشاكل ولا يعمل كذا كذا. نو حط يعني وقتك انت في حاجه معينه ركز في الحاجه هذيك وما تخدمش على ما تخليش حاجات الاخرى تاخذ لك من وقتك. قربنا لاخر اخر البودكاست ولا اخر الابيزود جوبونس انت ساعات في ابيزود اخرى ان شاء الله خاصة برشا حاجات تعلمتهم الحقيقة من مروان الإنسان ومن مروان الانتربرونور.
نحكي هكا شويه حاجات ان بو لايت. اوكي شنو شنو كوت والا قوله والا حاجه هكا تتذكرها وتقعد قديم من اللي شفتهم ولا اللي شفتهم اللي عشتهم مثل يعجبني؟ كوت مثل تعجبني هي انجلي هي impossible is an opinion. اوكي المستحيل هو راي او هو راي هذا راي معناها مش واحد قال لك مستحيل معناها مستحيل ذكر رايو. جيم اخر فيلم تفرجت فيه مازلت ما كملتوش شو اسمه؟ اسمه The Swimmers. يحكيوا عليه حلوة على الاخر. قصة حلوة ياسر بتاع البنات الزوج مش خايبة جنبوا كل قصص اللي جايين من فيهم حقيقية كما بتاع السوري زاد الاخر كطفل صغير هذاك نسيت شو اسمه كفرنحوم. فيلم غو ياسر فيلم مزيان فيلم واو فيلم ياسر بورتو متفرجش برشا عربي خاطر انا متفرجش خاطر من فيلم برشا هما فيلم تجبدك معناها هما فيلم تجبدك على الاخر. تقرا كتب؟ مش ديما اما عندي دي زوتور يحبهم برشا. فهمتك فهمت. تقرا زرتيك الحاجات الاكثريه كتب كتب دونك شكون اللي زرتي لي زوتور اللي عجبو لوران غونيل. اوكي هذا الكتيبه نتاعو علاش تعجبني وفيت خاطرو يحكي برشا بسيكولوجي فهمت سوسيولوجي اما في قالب قصه. اوكي اوكي ياسر مزيان كيفاش انت تيدنتيفي للعبد. فهمتك محمد دخلوا مال بيت الاخرى ما قلت لك راني نستاجر بودكاست باش نعرف على جي جمله حط بودكاست دخلوا هذيك حط بودكاست حط بودكاست باش عادي حطوش نعم قلت لك في واضح قصه تيدنتيفي انت للعبد اللي يحكي عليه هو وتتعلم منه برشا. اوكي توب 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 على الاخر نو سيريوزمون سي كول. قلت لك قبيلك جبت شويه على نور افريك قلت لي هذاك هو الفيزيون نجمو نشوفو بيمي في الجزائر المغرب بيانتو بيانتو سي تري رولاتيف اما نجمو نشوفو اكيد ما تحطش لي بيون تاعك فرق ما تحطش على لي بوان بارك دونك اكيد عندك علاقات في الجزائر. لا الفيزيون هي انه نكبروا بيمي بال تونس الجزائر المغرب 100 مليون كونسوماتور كمان تونس الجزائر المغرب ودوتر والافريك فرانكوفون. ربي ربي يوفقك سيريوزمون ربي يوفقك. كي 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 تريكروتي واحد معاك في بيمي شنو هكا حاجه تحبها تكون موجوده فيه ولا حاجه تركز عليها؟ من الحاجات تركز عليها انه يسادابت ماهوش بوليفالون من مش حتى في الخدمه نحكي في مخه معناها مش ما نحبش اما جيساي دافوار العباد اللي سهل تحكي معاه معناها مش وحده يشد بكوان ويقعد يزولي وحده معناها. فهمتك فاسيلة أبودي فاسيلة نحب الناس تحكي مع بعضها نحب اون فامي كيف ما تقول مش كل حد جوست هكا مسكر. هذيك من الحاجات اللي شفت حتى كي نبدأ نحكي سيفي نقراه من الأول باش نختار به العبد. فهمتك سيفيات باش نفلتر به من بعد حتى كي نحكي معاه ما نقولش حتى انتروتيان واحد نحكي معاه باش نعرفه هو شكون كيفاش يخمم كيفاش يريزوني نجم نخدم معاه ناريخر ولا ما نجمش اون فوا فاليديت لي كومبيتونس نتاعو. هذا عندي برشا يجيو في بوست مي من بعد نلقى عنده دي كومبيتونس اخرين وبرشا حاجات اخرى ما نحبش نسكرهم له قولوا باهي البوست نتاعك يخدم فيه 70% 30% خاطر شفت عندك البوتنسيال الاخر اخدمه ما تخليهش تركدوش ما تخليهوش ماهوش كولتيفي معناها كولتيف لو فوالا ما تركدوش تعطيه لا بوسيبيليتي انه يطور روحه اكزاكتومون باش يخدم في الحاجه هذيك اللي يحبها سي امبورطون ياسر في الخدمه ياسر على خاطر ما عادش توا البرودكتيفيتي مربوطه بالسوايع اللي تعديهم في الخدمه مربوطة برشا بالباسيون للبروجي البارتاج متاع الفيزيون. نعطيك حاجة لي ديفلوبور زاد نبارتاجي معاهم شنو البرودوي اللي ديفلوبيوه عمل به الكليون
شنو الامباكت اللي صار للكليون، الامباكت تاع الخدمه نتاعو هو اللي يخدمها في الباك. واللي جينيرالمون برشا ما يشوف خاطر الديفلوبور ديما يخدم في الباك يليفري وما يعرفش شنو صاير، باش يحس اللي يخدم حاجه فما كليون قاعد يخدم بها وعامل عليها كيف. اي راك ماكش قاعد ترى وسي يا دي زومان ديغيير اي سون تران يوتيليزي، وراك قاعد تعمل في امباكت رول امباكت محلي اكسيتيرا. كول. شنو القانون اللي لو كان اليوم مروان عنده القدرة عليه إنه يبدله في 24 ساعة يبدله؟ بارتي من قانون صرف. بارتي مش كله؟ مش كله، فما حاجات يلزمهم يقعد، وما بارتي من قانون الصرف اللي تخلينا نجمو نقبلو لي بيمون اون ديفيز ويبقاو اون ديفيز للناس اللي هما اوتوريزي إنهم يقبلو اون ديفيز. اي خاطر خاطر برشا ناس تو دنيرمون فما طفله ظهر لي جاوها 5000 دولار ولا قداش تبلوكيها في البنك سنترال، وساعات انا راني فما برشا ناس تحامل على البنك سنترال وتحامل على القانون، يقول لك والله تونس ما تدخلش كل شيء، راه كيف كيف امريكا كي تبعت اكثر من 10000 دولار ما يتعدلكش فلوس كره. هما فما برشا، شفت فما برشا حاجات يلزمهم يتشافوا سورتو مع الانتي تيروريزم والواحد شكون يقول جاوهم. مي اذا كان عبد يجي يعطيك لي جوستيف الكل، الشركة هذه هي اللي بعثت له هاوش نخدم لها، سيب ما تعطلوش ما تعطلوش، هذا هو المطلوب نحن، هذا هو اللي 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 طالبينه. شنو تنصح اليوم سوالي جون، خاطر نعرف هو خاطر ديما المشكلة في لي جون في ديماراج معناها، شنو تنصحهم معناها سوالي جون ولا العبيد اليوم عنده بروجي متعب ولا عنده بروجي يحب يلانسي؟ يحب يلانسي اي. اول نصيحه انه يلسونتور بالعبيد، يلسونتور بالقدا انه يكمل لونتوراج نتاعك، انه اي باش يخدموا معاك ولا جوست اصحاب، لا حتى اصحاب ولا انكوباسيون ولا عبيد ينصحوه ولا مش باش يخدموا معاه. اوكي، ما تنجمش تعمل كل شيء وحدك، ما تنجمش تلوج على كل شيء وحدك. Okay. دونك استنجد بعبيد عندهم، انت المعلومه في عوض تلقاها في جمعتين ينجم عبد يعطيها لك في نهار. دونك النصيحه الاولى بيان سونتوري، بيان سونتوري، ما تكونش وحدك وما تلعبش دور البطل انه يعرف يحب يعرف كل شيء ويعمل كل شيء ولا وحده، سي سا. اوكي، حاجه ثانيه، الثانيه تو كنت في مخ من هيت السيف. الثانية حط الوبجيكتيف والفيزيون بتاعك، مي ما معني خليه حتى هو كبير، مي شوف شنية الباس صغيرة فير الوبجيكتيف هذاك. كيف الـ MVP لحكينا عليه قبل، نعطي اكزامبل صغيرة ينجم يكون باش تعرف شنو نقصد في الباب. نعطيك واحد مثلا يحب يخدم، يحب يخدم جورناليست في في شركة مثلا أمريكية، CNN فوالا، هو ما عندوش واحد متاع جورناليزم، مي ينجم يكون أول با أنه يمشي يقرأ أنجلي. تقول لي أنت قرأت الأنجلي بعيد على أنه يتعلم كيف يعمل جورناليزم، لكنها خطوة القدام، لكنها خطوة القدام. ديما لوج لو بوتي با اللي خليك تقدم لهنا. نحن نقول أنه خلي الفيزيون تاعك هي نفسها حتى وكان كبيرة، قل لي نحب نعمل شركة تخدم في على أوروبا كاملة، خليها مش خطرها صعيبه وكبيره باش تنساها، خليها مي لوج لي بوتي با اللي يخليوك تقدم يعني بشويه بشويه. فوميو نقدموا بشويه بشويه اي سيغمون كو نصعب على روحي نقول لا ما عادش نجم ونخلي ونمشي نشوف حاجه اخرى. خاطر برشا امن بروحك، امن بروحك وقدم اختي واختي. بالضبط، خاطر برشا كيفاش هكا يسو ديكوراج، يقولوا كبيره كيفاش بنعملها. اي صحيح، اي سورتو انه نحن برشا كي يحبوا يحلوا حاجات نقول نحب نخدموا نبيع في الاوروب، نبيع في الافريك، نبيع كذا، ويراوها صعيبه. قل حاجه في تونس مثلا، تصور انت بعت ماغ مثلا الواحد في اوروبا في المانيا يحب يرجع لك الماغ مثلا لوغون بورسي وترجعها بركة مشكله في الديوانه. اسكو يحسبوها لك امبور ولا كيفاش؟ برشا حاجات ديكو يراوها صعيبه، دونك يقول لك لا من مش لازم، مش لازم. انت قاعده تقول لي ابدا مهما كانت المشاكل موجوده، ابدا بشويه بشويه، خلي الفيزيون تاعك كيف ما هي كبيره ولا. احلم كبير وابدا بشويه بشويه. اكزاكتومون فهمتك. كان فما سكيل يعني مهاره من المهارات اللي تنصح بها الناس دو نيمبورت كلم كل سؤال دومين تاعو ديزاينر ديفلوبر، اللي هو شنو سكيل مهاره
اللي تراها انت السنه والعام الجاي واللي بعد والعوام الجايه كلها مهمه بالنسبه للانسان؟ ريليشنال، العلاقات. العلاقات مش كيفاش تعمل العلاقات، نحكيو على سكيل مش على فهمتك. مش انه يكون عندك علاقات، أي نقصد كيفاش تخلق علاقات جديده. فوالا السكيل هذاك لونتيباتي ولا كيفاش الكاريزما باش تخلق علاقات، اللي هي كيفاش تعرف تتكلم، الكوميونيكاسيون، الكاريزما، لومباتي، شوازير بيان سيمو، مهاره النيغوسياسيون اوسي بيان نيغوسيي. كيفاش تخلي العلاقات نتاعك، كيفاش تصنعهم، كيفاش تخليهم، كيفاش تطور في عمارة، كيفاش تصنع في تصنع العلاقه، كيفاش تزيد في الوقت نتاعها. فوالا العلاقه راه تنجم تكون مع العباد اللي يخدموا معاك، نجم تكون مع عباد البرا دي بارتنير، نجم اون جينيرال معناها كيفاش، خاطر كيف ما قلت انت عندنا ورشه مشاكل انتيباتي، واحد في الايدنتيتي نتاع العبد بيدو. صحيح صحيح صحيح. مروان ميرسي بوكو، يعيش ميرسي على الانفيتاسيون. مروان الاخر مروان سي ان فو ان فو بيزار مي سي سالافي نو au-delà du podcast يعني ميم سي صار في برشا حاجات قصار وكل شيء بون افيك لي مويان. اما شفت مروان آخر غير مروان اللي قابلته مرات في خدمة وكل شيء، وصافي بليزير. أنا ديما كي نشوف أنه عباد قاعدة تقدم، قاعدة تخدم، مي سورتو سورتو لهين بالجانب الإنساني والنفسي نتاعهم، معناها خاطر كحالة الرفض النيجاسيون اللي يدخلوا لها برشا، يقولك لا وكيف ما قلت انت نخدم انا صباح وليل وكذا ولا ما يهمنيش ولازم يكون بيرفير، ولا معناتها مش بيرفير مي خاطر باش نكون انا كاسح مع الخدامه تخدم معايا والعباد، و بارفوا اذا معناتها ولي ميم دي بيرفير فينالمون، خاطر حتى في الكلام في طريقه الكلام تاعهم تصرفاتهم. اللي معك انت شفته قلت لي مروان الراجل اللي ماخذ قداش من كف ستارت اب الاولى الثانيه، الانفستيسور الاول الثاني الثالث الرابع، بلان دوتر مشاكل، مالغري تو سا قاعد تقول لي قبيله انه الانسان لازم يكون يعرف يحكي مع الناس، ما يرجعش، يتعلم يسامح. سي تري ديفيسيل كومون. وي ياسر صعيب ياسر راهو سماحه، اما يلزم الواحد يقلب يقول راهو ليا بتعرف حتى لو كان حاجه تنجم تقول لي انانيه هذيا باش تقول لي ان حاجه ليا، لا مي كي باش تسامح وباش تسيبو دو فاسون كما سامحتوش مش باش يصير له شيء. اون فيت سي كيف ما نقول انا اتر براغماتيك، يعني انسان يكون براغماتيك ويحسبها في برشا حاجات بما فيها السماح والعلاقات وكل شيء. بمعنى انا كيف ما قلت انت انا انسان عمل لي حاجه خايبه وانا عندي فرصه اليوم باش نقدم روحي، نحكي هذا روحي باش نقدم، هو موجود ولا مش موجود انا لازمني نقدم. دونك جو بريفير اني نقدم وننساه كو نقدم ونقعد عاتي من وقتي اللي هو مهم ياسر ليهم. اكزاكتومون. دونك وهذا الاكزرسيس كيف الاكزرسيس نتاع العطاء وسي انك تعطي، معنا ديما نقول انك ما فماش سعاده اكثر واقوى من انك تعاون انسان وتعطيه مش تلمو فلوس، ضحكة، كلمة حلوة، تبسيمة، متاع يلا غدوة خير. حتى هكي معنى خطر هذوم ورينا نستحقرهم ونحقرهم حاجة هذوما. أنا أعتقد ما فميش أنا شخصيا ما عشتش سعادة في حياتي أكثر من أنك تحس عندك أمباكت محليه على ناس كي أنا مثلا كيوقفوني ساعات في الشارع يقول لي مروان لك الفيديو بتاعك هذيك فادتني، تعرف نحس سعادة غير عادية معناها هني، وتحس مسؤولية زاد، تحس مسؤولية خاطر فما ناس قاعدة تسمع فيك، تبع فيك، قاعدة تبع فيك، ديكو قاعدة تحس بالمسؤولية هذيك، وتولي أنت زاد كيف تتطور. تو تي فيها كيفاش نجم نتطور أكثر نحن ونقدم وكسيتها. نخلي كلمة النهاية، شنو كلمة النهاية تحب تقولها؟ شو بتكون اي حاجه تحب تغني لنا غنيه تاع الدريا هذيك خاش نشوفها بعدك شنو غني، اي كلمه تحب تقولها انت تختم بها. لا نقول احلم كبير واخدم كيف ما يلزم، ما اقعد ديما امبل شنيا متواضع. اوكي ميرسي بوكو مروان، يعيشك صح. ميرسي يعيشك.